السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الاخير من سلسله البير سايكليك رياكشن. هناخد السيجماتروبيك رينجمنت. كنا قلنا في الفيديو الاخير ان حكايه السيرمال والفوتوكيميكال مش مهمه، ولكن مع الاسف الشديد هي مهمه، عشان في بعض الاختلافات هنا بتمشي بالفوتوكيميكال وفي بالسيرمال. فاعاده للجزء ده هنشرحه بالتفصيل. المهم في البدايه، انت كامتحان هو بيجي يسالك ده ماشي سيرمال وده ماشي فوتوكيميكال ولا لا. فدي معظم اللي مكتوبين قدامك على الشاشه، دي معظم الحاجات اللي بتطلب، يا اما 1 و3، 1 و5، 1 و7، 2 و3، 5 و5، 3 و3، كلهم سيرمال الاوت، يعني بيمشوا في الوضع السير ما عدا 2، 1 و3 و1 و7، دول بيمشوا فوتوكيميكال. في اختلاف على 1 و7، بيقول ان الحلقه بتاعته عندها فليكسيبيليتي اكتر وفلوبي اكتر، فبالتالي هي 1 و7 عندها مقدره ان هي تمشي سيرمال برضو، بس في الوضع الشائع هي بتمشي فوتوكيميكال. فانت لو عايز عشان الامتحان فخلاص استوب للفيديو لحد هنا. دول كلهم سيرمال، كله ماشي سيرمال، معظم الحاجات اللي احنا بناخدها ري ارنجمنت ما عدا 1 و3 وال 1 و7، دول بيمشوا فوتوكيميكال. طيب عايز شرح بقى، خليك مكمل معانا الفيديو. احنا هنشطب ده وهنثبت ليه طالع معايا سيرمال وليه طالع معايا اللود. احنا كنا شرحنا حكاية السوبرافيشال والانترافيشال دي في السايكل اديشن، ولكن هنا هنشرحها بمنظور تاني، شبه نفس القاعدة بالظبط. وود وهوفمانت، وود وورد وهوفمانت، نفس القاعدة بالملي، لكن فيها اختلاف بسيط هنا. فقال لك مثلا انا هشطب سيرمال وفوتوكيميكال دي، فقال لك مثلا انت معاك التفاعل ده CH2CH، وهنا طلع منها H، وهنا CH2 وهنا دبل بون. ده يعني اعطيك التفاعل بتاعه بقت CH2 دبل بون CH وCH3. فواضح انت عندك 3 كربونات هنا، فمعنى الهيدروجين اللي مطلع لك دي اتنقلت هنا، يعني حصل 1 2 3، ودي 1، حصل 1 و3 سيجما تروبيك ري ارنجمنت. طيب عشان انت حافظ السائلك دلوقتي 1 و3 سيجما تروبيك ري ارنجمنت مالها فوتو كيميكال، المفروض فوتو كيميكال اللود ده فين؟ في الوسط السيرمال. يعني هو لو حط لك سيرمال هنا على السهم، حط لك معنى كلمه سيرمال على السهم، فانت تقول له التفاعل ده بيحصل ولا لا، تقول له هابن هابن، ولكن المفروض يكون فوتوكيميكال اللود، ده اللي المفروض تقوله، لكن ما يحصلش في السيرمال. هو علامه السيرمال دي انا مش يعني مش فاهمه الموضوع بيها، ولكن هو لو حط لك على السهم هنا انها سيرمال، فتقول له الجمله دي هابن ولكن في الفوتوكيميكال اللود بس. تمام. طب لو كان حط لك على السهم هنا فوتوكيميكال، يبقى هتعكس. لو كان حط لك فوتوكيميكال تقول له هابن، لو هي فوتوكيميكال هابن ولكن سيرمال اللود، يعني العكس. ده اللي بصراحه اللي استنتجته من كل الحاجات اللي بتتقال كتيره دي، هي كلمه سيرمال اللود وفوتوكيميكال اللود دي اللي بتفرق. في الفوتوكيميكال اللود دي هنشرح دلوقتي، هي هتبقى سوبرافيشال، اقصد هتبقى انترافيشال، واللي تحت هتبقى السوبرافيشال. طيب هنشرح بقى الموضوع ده بتحل ازاي وبالتفصيل الممل بقى، لكن انت مش عايز شرح على طول في البدايه اللي قلناها سيرمال وفوتوكيميكال وخلاص والدنيا خلصت. تمام. خلينا اول حاجه هنا هذا الهيدروجين اللي اتنقلت معايا. طيب في حط اساسيات عندك، انت عندك كام كربونه اتنقلت، يعني كام حاجه استخدمتها للنقل ده. ادا 1 2 3، ده السيستم اللي انت بتنقل عليه، عدد الكربون او النيتروجين او الاكسجين انت شغال عليهم، ده السيستم انت شغال عليه اللي هم المجموعات الرئيسيه. يبقى عدد الكربون بتاعتك هتبقى 3. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه احسب لي عدد الالكترون، احسب عدد الالكترون، في كام الكترون اتنقل معايا واتحرك معايا. ادا 1 من عند الهيدروجين هنا، وده 1 متصل بيه، لان الرابطه دي باتنين، انت عارف الرابطه دي باتنين، ومش كده بس، في رابطه باي هنا كمان المفروض انها اتنقلت وجت هنا، اذا فدي 1 ودي 1 ودي 1 ودي 1، اذا دول كام؟ كده 4. طيب انا مش هعرف احسب مين اللي اتنقل ومين اللي عمل، اعمل ايه؟ مش دول كام؟ 1 و3، مجموعهم كام؟ 4. تمام. طيب نفس ما يعني ما تتعبش نفسك، لو انت عارف ان هما 1 و3 كان بيها، ما انتش عارف بتيجي من هنا. تمام. طيب انا حسبت عدد الكربونات وحسبت او مش كارت الكربونات، السيستم اللي انا ماشي فيه سواء كان نيتروجين او اكسجين، السيستم اللي انا مشيت فيه عدد الكربونات اللي انا مشيت فيه عدد النيتروجين او عدد الاكسجين، وحسبت عدد الالكترون، بروح ارسم الابصاي بتاعتي. تمام. عندي 3 كربونات، اذا فهرسم 3 ابصاي، او عندي 10 كربونات هرسم 10 ابصاي، يبقى كده 3. بوزع الاربعه
الالكترون دي عليهم. انت عارف كل ليفل بياخد 2 الكترون، 1 2 1 2، يبقى كده وزعت الاربعه. يبقى هنا دي خلاص ده النود بتاعي، يبقى ده المفروض انتي. تمام، انت عارف ان لما كنا مقسمين قبل كده بقول لك ترسم، كنا بناخدها مش عايزه اطبق عشان ما لخبطكش، ترسم تحط النود في النص، لو انت معاك 2 دبل بوند ترسم 2 تحت و2 فوق. هنا الاختلاف في السيجما تروبيك ان اللي تحت مش بيساوي اللي فوق، يعني ده النود بتاع اللي تحت. انهي امتى اللي تحت ده؟ مع عدد الالكترونات اللي منهي. انا عندي كام الكترون؟ 4. رسمت الاربعه خلاص، حط خط، ده كده انتهى، ده الهومو بالنسبه لي، وده اللومو او هنسميه الهومو ولكن لما ندخل في الفوتوكيميكال. تمام، ده الهومو ولكن في حاله السيرمال، يعني ده لو حاطط لك يعني علامه سيرمال كده على السهم بالنسبه لك فتدخل في العمليه دي، لان الهومو هيبقى موجود هنا. تمام، بعد كده بنشوف دي الليفل ده اسمه ايه، احنا كنا مسمينه اول المفروض سيمتري انتي، كنا بادئين من كلمه سيمتري، الاغنيه بتاعتنا شغاله هنا، ده معناه ان الهومو انتي. تمام، فقال لك قسمه لي بقى لحاجتين، انا عايز اعرف هو يمشي سوبرافيشال ولا انترافيشال، ولو مشى سوبرافيشال ايه الشروط بتاعته، ولو مشى انترافيشال ده ايه الشروط بتاعته. فقال لك هتاخده في حالتين، لو هو سوبرا ولو هو انترا. تمام، ما تنساش ان هو انتي، انتي يعني ايه؟ انتي يعني اللوبس معكوس اتجاهها، يعني واحده كده واحده كده متصلين ببعض، ومعايا جزيء في النص اهو كمان المفروض هيدخل، لان انت عارف في حكايه السيجما تروبيك في روتيشن وفي انفيرشن، فهو ده اللي احنا بنلف حواليه. مش عايز ادخل في مواضيع كبيره، انا عايزاك تحفظ الطريقه دي بالظبط. هرسم اللوبس بتاعت الانتي، ادي اللوبس بتاعت الانتي، وده جزيء قال لك في حاله السوبرا جزيء الهيدروجين دي برسمه في شكل موجب فوق كده. موجب يعني ايه؟ يعني شبه اللوبس اللي محطوطه اللي هي متلونه اسود دي، يعني شبه اللوبس اللي ليها اتجاه اسود. فقال لك هو بيعمل علاقه مع دي هنا وبيعمل علاقه مع دي هنا فوق، دايما السوبرا بتبقى فوق. طيب فواحد فيهم المفروض متلون، واحد مش متلون، اذا فكان عامل زي حكايه لما يجي يعمل علاقه، لو جاي يعمل علاقه مع دي لازم يعمل روتيشن عشان يعمل ده، فبالتالي اللبس مش متوافقه. يعني هنا موجب متصل مع واحده فاضيه، يعني عشان ما اعقدكش اكتر اوضحها لك بس ليه ده حصل. ادي اللبس ده كده واللبس ده كده، معنى انتي يعني جزيء موجب وجزيء سالب، جزيء سالب وجزيء موجب، ده المفروض انتي. فلما يبقى الهيدروجين اللي هو منقول ده جاي في شكل بوزيتيف فالتقط مع واحده بوزيتيف، ولكن النيجاتيف اللي تحت مش هينفع التقط بيها، هيعمل حاجه اسمها روتيشن بقى وهيجي تحت فالوضع مش هيبقى مستقر، يبقى التفاعل ده ما يمشيش، فهنقول عليه ان هو ايه؟ سيرمال فوربيدن. تمام، طيب في حاله الانترافيشال هنرسم اللوبس بتاعتنا اللي هي انتي اصلا ونخليها بوزيتيف نيجاتيف، الاثنين مختلفين من عند الراس، وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. قال لك في حاله الانترا جزيء الهيدروجين بيجي في النص هنا، بيجي في النص معايا وبيعمل انفيرشن، بيلتقط مع ده وبيلتقط مع اللي تحت، يعني قعد لي في النص وجاب لي اللي فوق وجاب لي اللي تحت، فبالتالي ده هيمشي فوتوكيميكال اللود. تمام، ده هو الجزيء بتاعنا ده، لو ايه هحط لك على السهم حراره، وقال لك اعرف لي نوع التفاعل ده واعرف لي هو هيمشي فوتوكيميكال ولا سير. فعايز ترسم كل الخريطه دي كنبيه، تشوف لي كام كربونه، تعد لي الالكترونات اللي قلنا بنحسبها من 1 و3 او 1 و5 مجموعهم يبقى 6، 1 و3 مجموعهم 4 والالكترونات، وترسم لي عدد الابساي نفس عدد الكربون او السيستم انت شغال عليه، وتحدد لي الهومو، الهومو هو نهايته لما الالكترونات اللي معايا تخلص. تمام، ده في حاله الهومو بيبقى هنا تحت النود بتاعي اللي هو ده، لما اكون شغال سيرمال، شغال سيرمال احط التحديدات بتاعتي، الهومو واقف فين، سيمتري انتي، سيمتري اتلي بالاغنيه اللي حافظها، لما اشوف الهومو واقف فين، واقف انتي خلاص اوف ستوب الانتي، يعني ايه؟ يعني في لوبس عكس التاني. طيب اللوبس عكس الثانيه دي بتاخد معايا محورين، يا اما تبقى سوبرافيشال يا اما تبقى انترافيشال. في حاله السوبرافيشال برسمها بحط جزيء الهيدروجين اتنين مختلفين من فوق، جزيء الهيدروجين شرطه بوزيتيف اوريدي، انت عارف هيدروجين بوزيتيف فهيرتبط مع واحده فوق والتانيه هتبقى نيجاتيف فمش هينفع، فاوريدي ده سيرمال فول بودي. ولكن في حاله الانترا لا، ده الهيدروجين هيجي يقعد لي في النص، يعمل لي انفيرشن وهيجي لي في النص، فيبقى البوزيتيف جنب البوزيتيف هيبقوا جايين بشكل زاويه كده، فهيبقى فوتوكيميكال اللو. ده بالنسبه لواحد وثلاثه ري ارنجمنت او هيدروجين شيفت، ولكن في حاله السيرمال كونديشن. تعالى نرسم في حاله الفوتوكيميكال كونديشن. تمام، ادي دي كده هحذف تاني مره تانية، المهم بس الجمله بتاعت السوبرافيشال والانترافيشال دي اللي تكتبها في الامتحان.
ان انت تقول له هو هابن، هيحصل لي في السيرمال وهيحصل لي في الفوتا مفيش مشكله، ولكن في حاله السوبرا بيبقى سيرمال فوربيد، وفي حاله الانترا بيكون اتش نيو او فوتو اللو. طيب قلنا دلوقتي الهايدروجين بتاعتي اللي كده كده تتنقل، الميكانيزم مفيش اختلاف عليه، الفكره كلها في السيرمال وفوتو. طيب احذف دي سيرمال خالص واحط هنا فوتو او اتش نيو زي ما تحب. طيب في حاله الاتش نيو قلت لك احنا عندنا كام كربون؟ عندنا 3. السيستم اللي انا شغال عليه بنقل عليه 3، وعندي كام الكترون؟ عندي 4 الكترون، لان بالفعل شغال في 1 و3 سيجما تروبيك ري ارينجمنت. طيب يبقى معايا 3 كربون، يبقى هرسم 3 ابساي، ادا 1 2 3. تمام. طيب المفروض انا بوزع الالكترون بتاعتي دي على الابساي دي، ادا 1 2 3. استنى بقى، انا قلت لك انت شغال فوتو، يعني في 1 المفروض بدل ما احط الربع ده هنا الربع ده طلع لي فوق، صح كده؟ هما المفروض 4، المفروض توزعهم لي جنب بعض. اذا فالهومو بتاعي هو هنا، الهومو هو اللي فوق، بدل ما كان رقم 2 في المره اللي فاتت عشان كنت شغال سيرمال عادي، لا ده الهومو بالنسبه لي. الهومو مش عايزينه، ما تفكرش فيه، احنا شغلنا كله على الهومو هنا. طيب لما تيجي توزع بقى التقسيمه بتاعتك، يبقى ده سيمتري، ده انتي، وده سيمتري، صح كده؟ لما تيجي ترسم اللوبس بتاعته كده، يبقى دي موجب ودي موجب. تمام كده. جيت عند نقطه سيمتري وخلاص اكتشفت ان هو سيمتري، روح لي بقى هتنشق محورين، اول واحد سوبرا والتاني انترا، هترسم لي اللوبس بتاعتك اللي هي طالعه سيمتري، موجب موجب. تمام. وقلنا في حاله السوبرا الهيدروجين بتاعتي اللي منقوله بتبقى موجوده فوق، فبالتالي بتعمل لي علاقه هنا وعلاقه هنا، اذا فالاثنين ايه؟ الاثنين بوزيتيف معاها، اذا فهي تنفع، صح؟ الاثنين بوزيتيف في نفس الاتجاه، مش هي سيمتري، اذا فده نقدر نقول عليه ان هو سيرمال اللود، يعني يمشي سوبرا. تمام. طيب في حاله الانترا، شوف انا كده بوزيتيف وده بوزيتيف انه سيمتري، وده نيجاتيف والنيجاتيف. بوزيتيف تشارج بتبقى تحت وبتعمل لي انفيرجن، دي بتبقى روتيشن ودي بتبقى انفيرجن. تمام. فدي هتيجي تعمل لي من تحت علاقه، فدي نيجاتيف تحت، فنيجاتيف متصله ببوزيتيف وبوزيتيف ما تنفعش، يبقى فوتو كيميكال فوربيدن. تمام كده، الدنيا وضحت في حاله السيرمال وفي حاله الفوتو كيميكال. شوف عدد كام كربونه عندي، السيستم بتاعي على حسابهم برسم الابساي، والالكترون بحسبها من الشيفت اللي حصل عندي 1 و3 و1 و5، بعرف الهوم واقف فين. سيمتري خلاص، اللوبس متفقين في الاتجاه من فوق. في حاله السوبرا الهيدروجين بوزيتيف تشارج اللي هيتنقل معايا بيبقى موجود فوق، فبالتالي في حاله السوبرا لو الاثنين لوبس اللي فوق نفس الاتجاه مع الهيدروجين، اذا فهو يحصل سيرمال. تمام، سيرمال اللو. ولكن لو كانوا مختلفين في حاله الانفرشن، في الانتر في الانترا الهيدروجين بتبقى موجوده في النص ما بينه، فبالتالي تعمل علاقه مع واحده بوزيتيف من فوق وواحده نيجاتيف من تحت، فبالتالي فوتو كيميكال هيبقى فوربيدن. ده في حاله لو حطيت لك على السهم فوتو كيميكال، تقول له الكلمتين دول عايز ترسم كنبه، بس انت تبقى عارف انه زي ما انت حافظ عموما، يعني ان في حاله الفوتو كيميكال بيبقى معروف ان هو عكسها على طول، يعني لو حطيت لك سيرمال فتقول ان هو فوتو كيميكال اللود ويمشي انترافيش، طيب لو حطيت لك فوتو كيميكال تقول ان هو سيرمال اللود ويمشي سوبرافيش. تمام تمام كده. تعال نشوف مثال تاني، هي جزئيه قد تبدو غير مهمه بالمره ما تستاهلش الشرح، ولكن يعني الواحد في امس ان هو يكسب اي درجه في الامتحانات بالذات، فيكفي لو انت فاهم الموضوع بتعمل ازاي ارسمها، يعني ارسمها يعني يبقى الدنيا كويسه جدا. احنا كده اخدنا في حاله السيرمال وفي حاله الفوتو كيميكال، تعال نجربها مره كده على في حاله ال1 و5 سيجما تروبيك، 1 و5 سيجما تروبيك، نفس اللي كنت عاملاها دلوقتي ولكن هنطول شويه في السلسله. يبقى هنا دبل بوند سي اتش، سي اتش دبل بوند سي اتش 2، زي ما انت عارف ما تنفعش تنقل هيدروجين الا من على كونجيجيتد سيستم. يعني ايه كونجيجيتد؟ يعني سنجل دبل سنجل دبل كده، ما ينفعش هيدروجين تتنقل على حاجه مفصوله في النص. تمام، فخد بالك من النقطه دي. فهنا بيقول لك ان عايز ينقل ادا 1 2 3 4 5، عايز ينقل الهيدروجين دي يروح لرقم 5، فالدبل بوند دي هتتنقل هنا والدبل بوند دي هتتنقل هنا. تمام. فاول حاجه بتحسبها ايه؟ عدد الكربون بتاعتك عشان ترسم الابساي. عندي كام كربونه هنا؟ عندي 5 على طول، انا عارف ان انا عندي 5. تمام، فرسمت 5. طيب عندي كام الكترون هنا؟ انت عارف انك هتعمل كام شيفت، 1 و5
هيدروجين شيفت. اذا فمجموعهم 1 و5 كام؟ 6. اذا فانت معاك 6 الكترون، بتجمع الاثنين على بعض على طول. تمام، يبقى انت كده عندك 5 كربون، يبقى ترسم 1 2 3 4 5، ترسم 5 ابصاي، 2 3 4 5. تمام، وعندك كام الكترون؟ 6. اذا فانا هوزع الستة دول كده، اوزع. متنساش ان هو على السهم قالك انت هتشتغل لي السيرمال، فانا عايز اعرف في حالة السيرمال ده مين فيهم الفوربودن ومين فيهم الالاود، مين اللي هيمشي السوبرا، هل انا همشي سوبرا ولا همشي انترا؟ فانا ده اللي انا عايز اعرف. اذا فده هينتهي بالنسبة لي، دول المستويات العليا، وده هيكون الهومو بالنسبة لي لانه اخر واحد باخد الكترونات، الستة الكترون. طيب هنمشي كده سيمتري انتي سيمتري. اذا فالهومو سيمتري يعني نفس اللي احنا عملناه من شوية، خلينا نكتبها بالبوزيتيف تشارج، نفس اللي احنا عملناه من شوية في اللي فاتت هنعمله هنا بالظبط، يبقى سوبرا ويبقى هنا انترا. تمام، في حالة السوبرا اللوبس بتاعتي مظبوطة، هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، وقلنا في حالة السوبرا الهيدروجين بتبقى موجودة فوق، ودي هتعمل علاقة من هنا وعلاقة من هنا، اذا فمظبوطين كله بوزيتيف مع بعض، اذا فهتمشي السيرمال اللوت. حلو، طيب في حالة الانتر احنا بنعيد تاني، هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، عشان ما تقولش انا ما حطيتهمش اهم. تمام، الهيدروجين بتيجي في النص، فهتعمل علاقة مع دي كده من فوق ومن تحت، فهتعمل علاقة بين موجب وبين سالب، فما تنفعش، يبقى فوتو كيميكال فوربيدن. تمام، اذا فالواحد وخمسة في الحالة السيرمال بيمشي سيمتري، ولكن في حالة السيرمال بيكون سوبرا فيشيال وسيرمال اللوت، هنا متوافقة معها في حالة الواحد وخمسة. تمام، ف عايز ترسم رسمها سهل جدا حقيقي، مش محتاج منك مجهود او مش محتاج منك حاجه انك تعرف. طيب نجرب الواحد وسبعة ولا خلاص؟ يعني انت لو عايز تعكس في الفوتو ارسم الهومو هتطلع لك فوق، هتبقى انتي، يعني هتبقى ايه، هترسمها انتي، واحده بوزيتيف من فوق واحده نيجاتيف، فلما ترسمها في السوبرا الهيدروجين هتبقى موجوده فوق، فهتتصل بواحده موجب وواحده سالبه، فما ينفعش، يبقى تبقى السيرمال فوربيدن. ولكن لما تيجي ترسمها في الفوتو او في حالة الانترا البوزيتيف تشارج هتكون في النص، فبالتالي تلتقط واحدة موجبة من فوق واحدة موجبة من تحت، فيعملوا انفيرجن، فهتبقى فوتوكيميكال اللود. والواحد وسبعة نفس الشيء، واحد وسبعة لو قالك هتشتغل على كم كربونة، هتشتغل على 7 كربونات، لانك واحد وسبعة يعني 7 هتشتغل على 7 كربونة. طيب وعدد الالكترون 1 و7 كام؟ 8. اذا فانا هرسم 8 الكترونات وهرسم 7 ابصاي، لان عندي 7 كربون، وهتقف عند الهومو ويطلع لك انتي، هتمشي بنفس الطريقة برضو. تمام، في برضو الاثنين وتلاتة عشان ما تتخضوش منها، الاثنين وتلاتة سيجما تروبك هي عموما على طول هتبقى سيرمال يعني. تمام، والتلاتة وتلاتة بتاعت كوب كلايزن، كوب او كلايزن او ازو كوب، كلها سيرمال اللوت، يعني ما تفكرش فيها على طول يعني. فالاثنين وتلاتة عموما بتكون ايه، عدد الكربونات، او مش هنسميها الكربون بقى يعني زي ما تحب، لو في نيتروجين لو في اكسجين ما تفرقش معي، عددهم كام اللي بتتحرك عليهم؟ 5. طيب عدد الالكترونات اللي موجودة فيها كام؟ 5 برضو، لان 2 و3 مجموعهم 5، فهنا في حالة الاثنين وتلاتة دول 5 ودول 5، فما تفرقش معي اذا كانت ده وده، فلما تيجي ترسمها هترسم 5 ابصاي عندك. تمام، يبقى كده ابصاي 1 بساي 2 بساي 3 بساي 4 بساي 5. ما تيجي ترسم الخمسة الكترون 1 2 3 4 5، اخر واحد اترسم هنا، اذا فاستوب ده الهومو، ده الهومو امتى؟ لو قال لك انت ماشي السيرم. ونفس الشيء هومو سيمتري انتي سيمتري، اذا فده نوعه الهومو سيمتري يعني بوزيتيف بوزيتيف، يبقى ترسمها في طريقتين سوبرا وانترا. تمام، والهيدروجين برضو نفس الشيء، او ايا كان العنصر بقى اللي هتنقله، مش هنسميه هيدروجين هنا، لان في حاله الاثنين وثلاثه انا ما بنقلش هيدروجين، انا بنقل مجموعه كامله، او مثلا بنقل نيتروجين او بنقل حاجه، فنفس الشيء هتاخد نفس المحور بقى، سماها مثلا اكس، مش هتبقى في حاله السوبرا، بتبقى فوق، حاله السوبرا بتبقى فوق. تمام، فهتبقى هنا بوزيتيف وهتبقى هنا بوزيتيف. تمام، فهتاخد لي هنا دي شكلها وهتاخد هنا دي شكلها. تمام، طيب وفي حالة الانترا برضو بوزيتيف بوزيتيف، ودي هتيجي في النص واللي تحت نيجاتيف، فهتيجي كده وهتيجي كده، فمش هينفع، فده تبقى السيرمال اللود، ودي هتبقى اتش نيو فوربيدن. تمام،
كله نفس الشيء، تمام. انا بس مش عايزه الفيديو يطول اكتر من كده، ان انا كل شويه افصل. الملخص بقى، الملخص اللي اكتبه في الامتحان، عشان حاجه زي ما انا كنت كاتباها في الاول كده، لو انت لسه مكمل لاخر الفيديو، الملخص اللي هو اصلا موجود في المحاضره وموجود على النت وموجود في كل حته، 4n و4n بلس 2 نفس القاعده اللي احنا كنا شغالين فيها من الاول. قالك لو انت شغال سيرمال يبقى هنا انترا، احفظ الشكل ده بس وحطه معاك في الامتحان، سيبك من كل اللي احنا قلناه في الاول لانه مش هيفيدك في حاجه. سوبرا وهنا انترا، وده بيبقى سيمتري وده بيبقى انتي، تمام. في حاله الفور ان بلس 2 بيبقى انتي، وفي حاله الفور ان بيبقى سيمتري، يعني مش محتاج ارسم. سيمتري يعني ايه؟ يعني الهوم واقف عند السيمتري، وانتي يعني ايه؟ يعني الهوم واقف عند الانتي، تمام. فاعرف ازاي 4n و4n بلس 2 دي، ما انا برضو مش هقعد احسب واعمل كده. فايه قالك ال4n دي 4 8 ومضاعفتها، يعني 4 8 12، زود 4 بقى وانت ماشي. طيب ال4n بلس 2 6 10 ومضاعفتها، يبقى 6 10 14 18، بتزود 4 وانت ماشي. عامله زي حكايه الاريكت سايكل اللي احنا كنا قلنا عليه، اللي قلت لك في ال4n ابدا من 2 وزود 4، وفي حاله ال4n بلس 2 ابدا من 4 وزود 2، تمام. هو كده، هو الموضوع ببساطة ما بياخدش منك مجهود. يبقى لو انت معاك حاجة مجموعهم 4 وحاجة مجموعهم 8، يعني مثلا 1 و3 مجموعهم كام؟ 4، اذا فهي تابعة لدي. طيب لو انت معاك 2، سوري، لا 2 و3 مش تابعة، 2 و3 دي حالة شاذة لانها 5 في النص، تمام. فدي اعرفها على طول ان هي بتمشي سيرمال اللون على طول، تمام، من غير ما تقعد تعمل لها حاجة. في مثلا 3 و3، 3 و3 دول مجموعهم 6، فستة يبقى هتمشي في حالة السيرمال بتكون صبرة، تمام. في حالة السيرمال في حالة الصبرة بتكون سيرمال اللود، ولكن في حالة الانترا بتكون فوتوكيميكال اللود اكتر، تمام. وهو بيكون انتي، تمام كده. ويعني طبق بنفس الطريقة على نفس اي مثال بقى كده. بالنسبة لنا كلهم زي ما انت عارف كلهم سيرمال اللود، ولكن في حالة الواحد وتلاتة هي فوتوكيميكال، وفي حالة الواحد وسبعة هي فوتوكيميكال. فده كل نقدر نقوله في المقرر ده، واستسمحكم عذرا لو في اخطاء، لو في حاجه مش فاهمينها، لو كده انا هني المقرر على كده. وبصراحه بالنسبه لي انا كده خلاص الحمد لله على كده، قطعنا فيه شوط كبير جدا في حاجات كتيره ما كناش فاهمينها، وحاجات اتوضحت مع الوقت، حاجات خطأنا فيها ورجعنا صلحنا تاني. عادي، كلنا بنتعلم وهي الدنيا كده. اهم حاجه بس نبقى واثقين ان احنا عملنا كل اللي نقدر عليه. اتمنى لكم التوفيق حقيقي، ونلتقي في ترم جديد باذن الله. مع السلامة.